لو موجة الكورونا الأولى عادت عليك بسلام، يبقى لازم تحمي نفسك من الموجة التانية كمان. وعشان لازم ننزل ونتعامل مع الناس سواء في الشغل أو دراسة أو أي تعاملات، يبقى اللي المفروض نعمله نقوي مناعتنا. وعشان كده سيليكس هيقدم لنا حماية سداسية متكاملة 6 في 1، أعلى نسبة فيتامين سي، أعلى نسبة زنك، 1000 أوميجا 3، حمض الفوليك، كمان فيتامين ه والسيلينيوم. سيليكس بيعمل على تقوية وحماية كل خلايا الجسم، ده غير تقوية الذاكرة والتركيز والنشاط، وده مهم عشان الدراسة والشغل. وآمن مع الأمراض المزمنة زي القلب والسكر والضغط، وكمان آمن مع الحمل، وحماية متكاملة للأم والجنين ونمو صحي. مش بس كده، سيليكس مهم لمرضى الجيوب الأنفية وفي الرياضة، لأن طبعا محتاجين باور ونشاط وحيوية وكمان عضلات بدون دهون. مع سيليكس لتغذية وحماية العين والشعر والبشرة والأظافر. سيليكس 6 في 1، حماية ثلاثية، طعم لذيذ، شوكولاتة، بودر بيدوب في الفم في ثواني وامتصاصه 10 أضعاف القرص، ممكن إضافته على كوب لبن ومفيش مشاكل في البلع ولا المعدة. سيليكس متوفر في الصيدليات، معتمد من وزارة الصحة المصرية. مع سيليكس احمي نفسك وعيلتك. لو موجة الكورونا الأولى عادت عليك بسلام، يبقى لازم تحمي نفسك من الموجة التانية كمان. وعشان لازم ننزل ونتعامل مع الناس سواء في الشغل أو دراسة أو أي تعاملات، يبقى اللي المفروض نعمله نقوي مناعتنا. وعشان كده سيليكس هيقدم لنا حماية سداسية متكاملة 6 في 1، أعلى نسبة فيتامين سي، أعلى نسبة زنك، 1000 أوميجا 3، حمض الفوليك، كمان فيتامين ه والسيلينيوم. سيليكس بيعمل على تقوية وحماية كل خلايا الجسم، ده غير تقوية الذاكرة والتركيز والنشاط، وده مهم عشان الدراسة والشغل. وآمن مع الأمراض المزمنة زي القلب والسكر والضغط، وكمان آمن مع الحمل، وحماية متكاملة للأم والجنين ونمو صحي. مش بس كده، سيليكس مهم لمرضى الجيوب الأنفية وفي الرياضة، لأن طبعا محتاجين باور ونشاط وحيوية وكمان عضلات بدون دهون. مع سيليكس لتغذية وحماية العين والشعر والبشرة والأظافر. سيليكس 6 في 1، حماية ثلاثية، طعم لذيذ، شوكولاتة، بودر بيدوب في الفم في ثواني وامتصاصه 10 أضعاف القرص، ممكن إضافته على كوب لبن ومفيش مشاكل في البلع ولا المعدة. سيليكس متوفر في الصيدليات، معتمد من وزارة الصحة المصرية. مع سيليكس احمي نفسك وعيلتك. لو موجة الكورونا الأولى عادت عليك بسلام، يبقى لازم تحمي نفسك من الموجة التانية كمان. وعشان لازم ننزل ونتعامل مع الناس سواء في الشغل أو دراسة أو أي تعاملات، يبقى اللي المفروض نعمله نقوي مناعتنا. وعشان كده سيليكس هيقدم لنا حماية سداسية متكاملة 6 في 1، أعلى نسبة فيتامين سي، أعلى نسبة زنك، 1000 أوميجا 3، حمض الفوليك، كمان فيتامين ه والسيلينيوم. سيليكس بيعمل على تقوية وحماية كل خلايا الجسم، ده غير تقوية الذاكرة والتركيز والنشاط، وده مهم عشان الدراسة والشغل. وآمن مع الأمراض المزمنة زي القلب والسكر والضغط، وكمان آمن مع الحمل، وحماية متكاملة للأم والجنين ونمو صحي. مش بس كده، سيليكس مهم لمرضى الجيوب الأنفية وفي الرياضة، لأن طبعا محتاجين باور ونشاط وحيوية وكمان عضلات بدون دهون. مع سيليكس لتغذية وحماية العين والشعر والبشرة والأظافر. سيليكس 6 في 1، حماية ثلاثية، طعم لذيذ، شوكولاتة، بودر بيدوب في الفم في ثواني وامتصاصه 10 أضعاف القرص، ممكن إضافته على كوب لبن ومفيش مشاكل في البلع ولا المعدة. سيليكس متوفر في الصيدليات، معتمد من وزارة الصحة المصرية. مع سيليكس احمي نفسك وعيلتك. رجعنا لكم تاني. الحقيقة تخصص الأنف والأذن والحنجرة هو ثالث تخصص بيقدر يجمع بين الطب والجراحة، يعني مهارات الجراحة العالية جدا وعلوم أمراض الباطنة، بمعنى جراحين شاطرين جدا 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 وفي نفس الوقت دكاترة باطنة وعندهم مهارات التشخيص على أعلى مستوى. طب إيه التخصصين التانيين؟ أول حاجة تخصص بتاعنا إحنا جراحات وأمراض النساء والتوليد، وتخصص الطب وجراحة العيون اللي قلناه المرة اللي فاتت. هم دول التلات تخصصات بس في الطب اللي قدروا يجمعوا بين المهارات دي كلها. تخصص شيق جدا ومجالاته واسعة جدا، وخصوصا إن هو اخترق مجال المناظير
واخترق مجالات جراحات الرأس والرقبة من أكتر من 10 سنين. في أجيال من العظماء بيمتهنوا هذا التخصص. ضيف النهاردة من هؤلاء الجراحين الماهرين جدا، وتخصصه الدقيق كمان هو جراحات ومناظير الجيوب الأنفية، خليته في ركن كده وجنب لوحده كده ما شاء الله، سمعته سابقاه في موضوع مناظير الجيوب الأنفية وعلاج أمراض الجيوب الأنفية المزمنة. ضيفكم النهاردة دكتور محمود العسوي، مدرس واستشاري جراحات الأنف والأذن والحنجرة واستشاري مناظير الجيوب الأنفية بكلية الطب القصر العيني. نورتنا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، وسعيد أن أكون معاكم النهاردة. احنا اللي سعداء جدا ان حضرتك لبيت الدعوه النهارده. لا يعني اقل واجب. ربنا يخليك يا رب. خلينا بس نبدا في موضوعنا الشيق، موضوع الجيوب الانفيه. كثيرا من الناس او مننا بيتصور ان الجيوب الانفيه دي حاجه مرتبطه بالانف، او هي مثلا ايه الجزء الداخلي بتاع الانف. ما اعرفش ان الجيوب الانفيه دي تجويف عظم الجمجمه نفسه. بالظبط. موجوده تقريبا بعدد معين وليها وظائف معينه في تجويف الجمجمه. عايزين نوضح القصه دي. بالظبط. هو مبدئيا في ناس كتير بتيجي لطبيب الانف والاذن والحنجره، والشكوى الاولانيه بتكون انا عندي جيوب انفيه. طبعا الرد على السؤال ده لازم يكون بسؤال: عندك ايه في الجيوب الانفيه، او عندك ايه في الجيوب الانفيه؟ ايه مشكله الجيوب الانفيه؟ اولا لازم نعرف الناس ايه هي الجيوب الانفيه، لان في ناس فاكره ان الجيوب الانفيه هي الفراغات بتاعه تجويف الانف نفسه، وده اعتقاد خاطئ عند كتير من الناس. الجيوب الانفيه هي فراغات زي ما حضرتك قلت في الجمجمه، كلها متوصله بالانف او بالتجويف الاساسي بتاع الانف. عشان كده سموها جيوب، كانك بتحط ايدك في جيبك او كانها حاجه موصله بالمكان ده. وفي جيوب انفيه كتير، في فوق العين هنا مع الحاجب، في تحت العين جيبين انفيين رئيسيين، وفي جيوب انفيه دقيقه كتير عاملين زي خليه النحل كده ما بين العينين وبعض، وفي اتنين ورا العين كمان. دي تجاويف في الجمجمه المفروض العادي بتاعها انها تكون مليانه هواء ونظيفه ما فيهاش افرازات، بتكون مبطنة بغشاء مخاطي مكمل مع الغشاء المخاطي بتاع الأنف. عشان كده دايما بنقول حساسية أنف وجيوب أنفية، التهاب أنف وجيوب أنفية، لأنه هو يعتبر حاجة واحدة أو امتداد للأنف. لها وظائف طبعا مهمة، من ضمنها أن احنا الجيوب الأنفية دي بتخفف من وزن الجمجمة. احنا دايما بنقول للولاد الصغيرين ما تبصش من البلكونة عشان راسك تقيلة وكلام من ده. صح، الراس فعلا تقيله، وتخيل بقى لو كانت الجيوب الانفيه دي كمان عباره عن عظم مصمت، كانت هتبقى مأساة. فبتخفف من وزن الجمجمه، والحاجه الثانيه انها بتدي مساحه اكتر للهواء اللي بستنشقه او اللي داخل ان هو يتدفى ويتفلتر ويترطب، وبيدي كمان ريزونانس او بيدي رنه للصوت. عشان كده الواحد لو عنده برد او زكام والدنيا تسدد شويه، لا يا صوته معروف، انت عندك زكام، عندك برد، صوته ما بقاش. في درجتين من القصه دي. لو الجيوب الانفيه مليانه افرازات، الرنه بتروح، تحس ان صوتك مكتوم. بعد كده المرحله اللي بعدها بقى لو الانف نفسها اتسدت، تحس بقى ان صوتك مخنف، بقى اللي هو خلاص مناخيرك اتسدت تمام. الجيوب الانفيه دي عباره عن مكان مش مرض، يعني مش عندي جيوب انفيه ده مرض اسمه جيوب انفيه، لا، جيوب انفيه ده مكان بيجي فيه بقى حاجات كتير، اشهرها بقى اللي فعلا اغلب الناس عندهم مشكله فيها هي حساسيه الجيوب الانفيه. احنا دلوقتي بيعدي علينا المواسم بتاعه تغير الفصول. بالظبط. بتبقى تعذيب على مرضى حساسيه الجيوب الانفيه. بالزبط. وانا واحد منهم، يعني شهور مثلا 10 او 11 تقريبا، وشهر 3 و4 دول بيبقى 4 شهور في السنه تعذيب بالنسبه لنا. بالظبط. عايزين بقى نعرف ايه حل القصه دي. الفتره دي بتبقى طبعا فيها مشكلتين. المشكله الاساسيه بتاعه تغيير الجو بقى من سخن لسائع او من سائع لسخن، فتره تقلبات الجو دي بتبقى طبعا سخيفه جدا بالنسبه لمرضى الحساسيه بتاعه الجيوب الانفيه. وفي مشكله كمان بقى اضافيه في شهر 3 و4، فتره بقى الخماسين وفتره حبوب اللقاح بقى بتاعه الربيع والقصه دي. ودي من اكتر الحاجات اللي بتهيج الاغشيه المخاطيه بتاعه الانف والجيوب الانفيه،
وتسبب لنا الأعراض اللي بتبقى سخيفة جدا ومقرفة في الفترة دي من السنة. الحقيقة بس قبل ما نعرف هنبقى في وقاية من القصة دي ازاي، لازم نعرف هو ايه اساسا هي حساسية الأنف والجيوب الأنفية اللي مؤرقة ناس كتير جدا ومؤرقة الدكاترة معاها برضه في العلاج. ان هي كلمة حساسية دي يعني رد فعل مش طبيعي من الجسم تجاه حاجة المفروض انها موجودة طبيعي. ودايما بحب في العيادة اشبه القصة دي بمثال اقرب للناس شوية، وهو حساسية الأكل. كلنا عارفين ان احنا في ناس بيبقى عندها حساسية من أكلة معينة او من فاكهة معينة او من فول سوداني مثلا، كلام من ده. كلنا هناكل من الفاكهة دي، واللي عنده حساسية منها هو اللي هيجيله اعراض رد فعل من الجسم تجاه الحاجة اللي المفروض كلنا كلناها وما عملتلناش حاجة. الحساسية نفس القصة، بس الفرق الشاسع ما بين الاتنين ان انا لو عندي حساسية من أكلة معينة ممكن ما اكلهاش. يا جماعة الأكلة دي داخل فيها فول سوداني أو فيها فراولة مثلا، أبعد عنها عشان ما تأذيش. إنما مشكلة حساسية الأنف والجيوب الأنفية إن هي في حاجات كتير في الجو صعب تتجنبها. يعني صعب تقول للناس تخرج تمشي في الشارع وتروح شغلها وترجع وكلام من ده من غير ما يتعرضوا لتراب، لدخان عادم العربيات أو غيره، لحد حاطط برفيوم، لحد رشش مثلا معطر. يعني غصب عننا بنتعرض لحاجات كتير منها صعب تكنترول القصة دي. فعشان كده هي واخدة يعني مشكلة أكبر من حساسية الأكل. فزي ما مثلنا المثال ده، هو كلنا موجودين في مكان فيه ممكن شوية تراب أو شوية دخان أو حاجة، اللي عنده حساسية أنف وجيوب أنفية هو اللي هيتعب. طيب إيه هي الأعراض اللي بتحصل أو إيه هو رد الفعل من الجسم اللي بيحصل لما يكون عندنا حساسية من حاجة في الجو؟ حاجات كتير، أعراض كتير، ممكن كلها تيجي وممكن حاجة أو اتنين منهم يحصلوا. زي إيه؟ زي العطس الكتير، رشح من الأنف، أكلان في المناخير، تلاقي دايما حد عنده مناخيره دايما بتاكله، ودي نقطة هرجع لها في حاجة تانية كمان ريليتد ليها. وممكن كمان انسداد الأنف بيحصل، زي ما لما لو كلنا حاجة شفتنا تورم وعنينا تورم ويجي لنا بطش وكلام من ده وهرش جوه الأنف، ممكن يحصل تورم. وطبعا لما حاجة تورم في الهواء كده في مساحة، إنما لما حاجة تورم في مكان ضيق هتقفل طبعا الأنف تماما. فرشح، عطس، أكلان في الأنف، انسداد، بلغم بقى كمان بينزل على الحلق وعلى الصدر بعد كده يتعب الصدر وغيره. فدي الحاجات الأساسية اللي الناس عادة بتشتكي منها واللي بتبقى مؤرقة جدا. طبعا البلغم ده ينزل بقى على الصدر يتعبه، نبدأ نخش بقى في كحة وحساسية الصدر بقى والتهاب الشعب الهوائية، وزمايلنا بتوع الصدر يتدخلوا معنا لإنقاذ الموقف. فدي الأعراض اللي بتحصل ومتكررة جدا. وهو عيب الحساسية بتاعت الأنف والجيوب الأنفية إنها زي كل الحساسيات التانية حاجة مزمنة. يعني حساسيتنا من الحاجة ما بتروحش بالعلاج، بمعنى إن أنا لو عندي حساسية من أكل الفراولة، لو كلت فراولة النهاردة هتعب، لو بعد 20 سنة كلت فراولة هتعب. اعتزل ما يؤذيك. بالظبط بالظبط كده. فإحنا القصة دي ما بتتعالجش تماما، أو الحساسية نفسها من الجو مش بتروح تماما، لأنها حاجة موجودة على الجينز بتاعتنا وتورث موضوع الحساسية طبعا. إنما الحل اللي إحنا بنقدر نعمله إن إحنا نتجنب الحاجات اللي بنتعرض لها بتأذينا، وناخد أدوية تحسن الأعراض بتاعت المشكلة. يعني زي ما اتفقنا كده، المشكلة نفسها أو المرض نفسه ملوش علاج جذري. زي ما إحنا كان عندنا التهاب خدنا أنتيبيوتيك خفينا خلاص الالتهاب ده انتهى، يجي لنا بقى التهاب تاني ممكن، انما الالتهاب ده انتهى. لا، الحساسيه ما بتروحش بالطريقه دي. الحساسيه موجوده لكن اعراضها هي اللي بنقدر نسيطر عليها. لكن كده كده انا عندي اجسام مضاده في جسمي عندها ذاكره بالظبط. اكلت الحاجه او شميت الحاجه اللي انا عندي منها حساسيه، الجسم بيتخيل انها حاجه مؤذيه ويبتدي يهاجمها، يفرز بقى افرازات كتير، يعطس عشان نطرد الحاجه دي، نكح برضه عشان نطرد الحاجه دي، وهكذا. فدي مشكلة الأعراض بتاعت الحساسية بتاعت الجيوب الأنفية، وهي مزمنة وبالتالي بتتكرر كتير. يا إما بتكون موسمية زي ما حضرتك قلت في الموسمين الرئيسيين دول مع تقلبات الجو بس، يا إما بتكون حساسية من حاجة معينة في الجو، وبالتالي ده بيبقى يعني مرتبط أكتر بتعرض الشخص للحاجة دي. يعني حد يقول لي أنا كل ما أروح الشغل عشان عندنا مثلا مكات في الشغل بتعب، لو قعدت في البيت ما عنديش مشكله، ده انا يوم ما بسافر مش عارف فين في المحافظات
بتعب علشان التراب مثلا او عشان بالزبط. الرطوبه او عشان غيره. هو عارف اللي بيأذي ايه بالظبط. كتير من الناس بيبقوا عارفين، لكن هي بقى بتبقى المشكله لو حد مش عارف ايه اللي بيأذيه، او لو حد مشكلته انه في حاجات كتير بتأذيه، اللي هو كده كده لازم هيتعرض لحاجه منهم، صعب ان هو يعني فاضل ان احنا نحطه بقى ايه جوه كبسوله بالظبط كده عشان نحميه بقى من كل الحاجات دي، لان هو عنده حساسيه من التراب والدخان والبرفانات والمنظفات والبنزين والبويه و... طب النوع ده يعني هيعمل وقايه ازاي؟ هيعمل وقايه ازاي؟ هيحاول يقلل تعرضه على قد ما يقدر، واللي خلاص غصب عنه يعني يجي لك حد عنده حساسيه من البرفانات وهو شغال في مكان بتاع برفانات مثلا، ده هتقول له ايه؟ هتسيب شغلك؟ يعني طبعا في الزمن اللي احنا فيه صعب. ف غصب عننا نحاول نبعد على قدر ما نقدر، نلبس حتى ماسك يحمينا من العفره والدخان والكلام ده، يفلتر الدنيا شويه. والحل ان احنا نمشي على ادويه الحساسيه اللي هي في ناس كتير اوريدي عارفاها واساميها معروفه للناس في السوق، يعني اللي هي مضادات الهستامين علشان نقلل من الاعراض، نقلل من رد فعل الجسم ده، لان هو الجسم لما بيشوف الحاجه اللي جايه عليه دي بيبتدي يفرز مواد زي الهستامين، بتبتدي تحصل منها رد الفعل ده. فلو احنا ادينا حاجات مثبطات للهستامين زي ادويه الانتي هستامين المعروفه، بتقلل من الاعراض بشكل كبير، ومعاها لازم البخاخات بتاعه الجيوب الانفيه اللي هي برضو ناس كتير دلوقتي بقت عارفاها ومشيت عليها وجربت كذا نوع وكلام من ده. دول الحاجتين الرئيسيين في علاج الحساسيه بتاعه الجيوب الانفيه، لكن ما فيهمش دواء حلو ودواء وحش مثلا او قوي وضعيف. في ادويه معينه بتجيب نتيجه معايا مش شرط تجيب نتيجه مع حضرتك، والعكس. الحمد لله برضو من برضو فضل ربنا، انه عشان ربنا عارف ان احنا هنضطر نمشي على الادويه دي كتير، فهي الادويه دي الحمد لله امنه تماما وما فيش مشكله خالص ان احنا نمشي عليها حتى لو فترات طويله. الناس اللي حضرتك بتقول بقى عليهم دول ما بيقدروش يتجنبوا الحاجات دي، غصب عنه بيفضل ماشي على ادويه الحساسيه فترات طويله، ان ما كانش خلاص بقيت حياته خلاص مكمل على الادويه دي. ودي امنه تماما، ما بتضرش الكبد او الكلى او المعده او لها علاقه بالضغط او السكر او الكلام ده. الوقت الوحيد بس اللي بنقول دايما للسيدات بقى ما تاخديش الادويه دي، هو لما يكون في حمل او رضاعه بنقول لهم يرجعوا لحضراتكم علشان ياخدوا الاوكي او احنا ساعات بنضطر نديها طبعا بالظبط، يعني عشان الاعراض بتبقى مكحفه، وخصوصا لو في عطس شديد او كحه شديده بالظبط مع تقدم الحمل من 20 اسبوع لما فوق، بيبقى موضوع خطر جدا على انفجار جيب الميه. الموضوع بالظبط انا دايما بننصح بان احنا هناخد اي ادويه اثناء طبعا الحمل لازم نرجع للدكتور اللي بيتابع حضرتك علشان يقول لك اوكي ولا لا، وقد ايه نقدر ناخده برضه، يبقى ايه تحت اشراف، مش حاجه سهله يعني. خلينا نتكلم على تخصص حضرتك الدقيق، وهو جراحات ومناظير الجيوب الانفيه. ايه الحاجات اللي بتستدعي تدخل جراحي؟ وفي حتى حاجه شائعه كده ان هو ممكن حد يعمل عمليه والموضوع يرجع تاني ويضطر يعمل ريدو او اعاده نفس العمليه تاني. عايزين نعرف القصه. الحقيقه موضوع الجيوب الانفيه بالنسبه بقى للعمليات موضوع شائك جدا، وسمعته فعلا مش ما هياش لطيفه قوي في قصه ان هو الجيوب الانفيه بترجع، ده انا قريبي عملها ورجعت وده بيقولوا انها بترجع والقصه دي. الحقيقه مش دايما القصه دي حقيقيه، لكن فيها جزء من الحقيقه، يعني هو مش حاجه مطلقه. فعلا العمليات بتاعت الجيوب الانفيه في منها حاجات ممكن ترجع، لكن هي الفكره مش عشان العمليه هي الوحشه او هي اللي سمعتها سيئه او هي ما اتعملتش كويس، عشان الباثولوجي نفسه رجع تاني بالظبط كده، علشان المرض نفسه هو اللي فيه مشكلة ان هو يرجع تاني. الحقيقة في يعني سبيكترم كبير او يعني طيف كبير من مشاكل الجيوب الانفية، منها اللي بنكتفي بالعلاج الدوائي فيه، ومنها اللي لازم فيه عملية، وفي النص في حاجات ممكن تمشي كده وممكن تمشي كده. ممكن العلاج يكون كافي ويجيب نتيجة مرضية للمرضى، وفي علاج لا ما بيكونش مرضي ونضطر في الاخر نعمل عملية. عمليات الجيوب الانفيه مرت بمراحل كتير من ايام اساتذتي.
من اول الجراحات اللي هي ما فيهاش مناظير، ودي كانت بتبقى جراحات عنيفه شويه ومش دقيقه قوي، لكن ما كانش متاح ساعتها المناظير. طبعا دخول المناظير في الانف والاذن عمل طفره عملاقه في مشاكل الجيوب الانفيه بالذات، ان احنا بعد ما كان بيبقى فيه جروح من بره وفتح في الجلد عشان ندخل على الجيوب الانفيه او نكسر العظم علشان ندخل، لا احنا دلوقتي بالمناظير بندخل من الانف نفسها، من فتحه الانف نفسها بدون اي جرح بدون اي جروح خارجيه، وبنشتغل من جوه الانف على التجويف بتاع الانف نفسه ومنه على الجيوب الانفيه المختلفه. زي ما اتفقنا هي جيوب وبالتالي هي فتحه على الانف، فبنقدر ندخل من فتحات الجيوب الانفيه دي ونعالج المشكله اللي في الجيوب الانفيه. لو الموضوع موضوع حساسيه متكرره كتير او اغلب الوقت ما بنحتاجش فيها عمليات وبنبقى كفايه قوي الادويه المستمره، لان الحساسيه اعراضها اغلبها علاجها دوائي وليس عمليات. يعني مفيش عمليه هتوقف العطس او الاكلان او الحرقان مع النفس او الكلام ده كله، العمليات بتصلح المشاكل اللي الحساسيه عملتها. من ضمنها مثلا ودي عمليه بنعملها كتير، هي انه الحساسيه بتعمل تورم فتسد الانف. في الاول بتبقى حاجه ريفرسبل او ممكن ترجع تاني، شويه تورم ويفش تاني بالبلدي كده ويرجع لحجمه الطبيعي اللي هي غضاريف الانف. وساعات التضخم ده لو المريض ما بياخدش ادويته مظبوط ومش متابع مظبوط، التورم في الغضاريف ده بيبقى دائم وخلاص ما بيرجعش لحجمه الطبيعي، وده ساعتها لازم ان احنا نتدخل فيه ونعمل له عمليه نصغر له حجم الغضاريف نرجعها لحجمها الطبيعي عشان يقدر الهواء يخش، عشان يقدر الهواء يخش ويبقى نفسه كويس. ودي من العمليات اللي هي تعتبر صغيره وبسيطه وبالمنظار، يعني ما فيهاش اي جروح من بره، ومن العمليات اللي هي بتحسن من جوده الحياه او الكواليتي اوف لايف. احنا دلوقتي الطب بقى مش مجرد ان احنا بننقذ ارواح او كده، لا احنا بنحسن من جوده الحياه. حد عنده مشكله في التنفس ومناخيره مسدوده طول الوقت هيبقى دايما قرفان ودايما متعصب ودايما مش مبسوط ومش عارف يمارس حياته طبيعي، فنفسه بيبقى سالك اكتر بيبقى احسن، فيبقى عايش حياته مرتاح اكتر. فدي من ضمن العمليات. الحاجات بقى اللي احنا ساعات بنتسائل عليها كتير لحميات الانف والجيوب الانفيه. الحساسيه بقى لما بتبقى عنيفه قوي او بقى لها سنين ومش بتتعالج كويس، ممكن نخش في مرحله وهي تكوين لحميات. يعني ايه تكوين اللحميات ده؟ احنا دايما نسمع عن اللحميه بتاعت الاطفال اللي عنده لوز ولحميه، ودي بتبقى حاجه في اخر الانف ورا خالص قبل الجزء بتاع الحلق، او بيسموه البلعوم الانفي. تمام؟ دي قصه، وقصه لحميات الانف والجيوب الانفيه بتاعت الكبار قصه ثانيه. دي بتبقى انسجه لمفاويه، لا دي بتبقى اكتر تورم، يعني زي ميه او ماده جيلاتينيه. التورم من كتر ما هو جامد جه في حته وراح عامل زي رقبه كده وبقى حاجه زي لحميه او زايده بالظبط كده، حاجه لحميه كده بقت خارجه من الجيوب الانفيه. طبعا اللحميات دي بتقفل بقى المناخير خالص وبتعمل ممكن صداع وبتعمل مشاكل تانية. دي ساعتها بيبقى قدامنا حل من اتنين، يا اما بندي برضو ادويه مكثفه، يا اما بنعمل عملية نقلل حجم اللحميات دي أو نشيلها خالص وننظف الجيوب الأنفية. في كتير من الأوقات يعني الأدوية بتجيب نتيجة، لكن ساعات بنضطر إن احنا نعمل العملية وننظف الجيوب الأنفية ونشيل اللحميات دي علشان ما تتكونش تاني. في عجالة كده عندنا دلوقتي ثلاث حاجات عايزين بسرعة كده نوضح للمشاهد البسيط الفرق بينهم إزاي. أوكي. إنفلونزا موسمية، حساسية الجيوب الأنفية، المشكلة الكبيرة كورونا. الكورونا تمام. ازاي اقدر افرق بين الثلاثة دولت في الموسم اللي احنا فيه ده بالذات؟ في الموسم اللي احنا فيه، طيب هو احنا مبدئيا اعراض البرد واعراض الجيوب الأنفية واعراض الانفلونزا الموسمية والحاجات دي كلها متشابهة جدا. هي تقريبا نفس الشكاوى، لكن بنعرف الفرق بينهم من الهيستوري، من التاريخ المرضي. دي حاجة معاك متكررة بقالها سنين ولا لأ، بتيجي في أنه أوقات، طب اتعرضت لحاجة ولا ما تعرضتش والكلام ده. الإنفلونزا الموسمية هي لها موسم معروف،
زي ما مثلا احنا اليومين دول في دور برد ماشي في البلد بقوه، نعم. غير خالص الكورونا مخلي الناس كلها قلقانه، عشان بيقولوا كمان في موجه تانية، فالناس في حاله هلع وفزع من القصه دي. بالظبط كده. فاحنا الحساسيه والانفلونزا والكورونا يعني اقلهم، بس يعني الحساسيه والانفلونزا اعراضهم متشابهه جدا، بس الانفلونزا ممكن يبقى معاها تكسير في الجسم، في شويه ارتفاع في درجه الحراره كلام من ده. الحساسيه لو هي حساسيه فقط ما فيهاش ارتفاع درجه حراره، موضعيه يعني حاجه خاصه بالاعراض اللوكال او ما يعني للانف بس اللي هو لا، هتلاقي الاثنين فيهم رشح، هتلاقي الاثنين فيهم انسداد في الانف، الاثنين فيهم عطس، الاثنين فيهم حرقان شويه في الزور كلام من ده، لان برضو الحساسيه بتاعت الانف رغم ان هي في الانف الا انها برضو ساعات بتعمل حكه في الزور، ممكن تعمل حكه في الودان في العينين، والافرازات طبعا اللي بتنزل على الزور ممكن تعمل احتقان في الحلق، وتنزل على الصدر تعمل كحه، فبرضو بتخلي اعراضهم متشابهه. ناس كتير تيجي تسالني تقول لي طب ناخد المصل بتاع الانفلونزا الموسميه ولا لا؟ لو احنا بناخده كل سنه خلينا ناخده السنه دي برضو كوقايه. لو احنا عندنا اي ريسك ان احنا لو جالنا انفلونزا هنتعب او هتبقى مش مجرد دور انفلونزا وهيعدي، لا ممكن نتعب كبار سن مخالطين لحد مثلا مريض او حاجه، لا ناخد المصل. التغذيه عموما السليمه طبعا، الفيتامين مالتي فيتامينز اللي فيها فيتامين سي والزنك والحاجات اللي نزلت بالزبط. حتى في بروتوكولات العلاج بتاعت كورونا في وقت الموجه بالظبط. في العادي كنا بنقول كفايه التغذيه السليمه وهي هتديك كل الحاجات اللي محتاجها، لكن في الظروف اللي احنا فيها دي طبعا كتير من الناس برضه عشان احنا مش كل اكلنا صحي، فكتير من الناس بيبقى عندها فعلا نقص في الفيتامينز والحاجات المهمه في المناعه، وهنا يجي دور بقى السبلمنتس اللي هي بتاعه المالتي فيتامينز والكلام ده، تدينا بقى كل الحاجات اللي ناقصه خصوصا الفيتامين سي والزنك والحاجات اللي بنحتاجها في المناعه بتاعتنا علشان تحمينا من القصه دي. بالنسبه بقى للكورونا وقصه الموجه الثانيه، مشكله الكورونا ان هو لحد دلوقتي ملوش ملكه، انما غالبا هيبقى فيه موجه ثانيه، امتى ومدى شدتها ده اللي احنا مش هنقدر نعرفه، لكن هي الارقام بتتزايد نسبيا، محتاجين ناخد احتياطاتنا وناخد بالنا وان شاء الله ربنا يحمينا منها. انا بشكر حضرتك جدا على المعلومات المفيده، زي ما بقول دكتور محمود احمي نفسك، ابدا بنفسك فتلاقي المجتمع كله من وراك ماشي كويس. ابدا بنفسي، اخد احتياطاتي كويس، التغذيه السليمه، الفيتامينات موجوده في الاكل، موجوده في متوفرة دلوقتي. طبعا الأزمة اللي حصلت الأول دي إن شاء الله مش هترجع تاني كنقص أدوية. في شركات وعد زي شركة ميرفا فارما مقدمة لنا السيليكس والتندوكيل، مليانين فيتامين سي وفيتامين دي، مش هتلاقي تقصير خالص الفترة اللي جاية في حتة فيتامين سي والحاجات اللي كانت بتتباع سوق سودا. احنا بنقول لك أهو، لو مش هتسعى على أكل مليان فيتامين سي، خد منتجات فيها فيتامين سي، احمي نفسك وابدأ بنفسك كوقاية وكتغذية، قوي مناعتك. نشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية على خير، وضيف جديد ومشكرين جدا، شكرا، مع السلامة.